الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم هذه الاتفاقيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير، يسعدني أن أعرض اليوم أمام مجلسكم الموقر أربعة مشاريع قوانين يوفق بموجبها على ثلاث اتفاقيات تهم العلاقات الثنائية للمملكة مع عدة دول شقيقة وصديقة، واتفاقية ذات طابع متعدد الأطراف، إضافة إلى مرسوم بقانون يهم تبادل المعطيات. من فضلكم شوية الإنسات من فضلكم. إضافة إلى مرسوم بقانون يهم تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي. على المستوى الثنائي يتعلق الأمر بثلاثة اتفاقيات ثنائية تهم بالأساس الفضائين الإفريقي والأوروبي. أول اتفاقية تعاون تخص التعاون القضائي في مواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر الموقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017. ففي إطار العلاقة المتميزة التي تربط المملكة المغربية بجمهورية النيجر تم التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي تتلخص مقتضياتها فيما يلي: أولاً، الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية وممارسة المهن القضائية الحرة كالمحاماة مثلاً. ثانياً، تحديد طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في مجال التجاري والإداري والمدني، وكذا كيفية تنفيذ الإنابات القضائية وإضفاء الصيغة التنفيذية للأحكام. ثالثاً، الاعتراف والتنفيذ للأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية. رابعاً، تبادل المعلومات القانونية فيما يتعلق بالتشريع والاجتهادات القضائية في المجال التجاري والإداري والمدني. وخامساً، الاعتراف المتبادل بعقود الحالة المدنية والوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات أحد البلدين دون الحاجة إلى التصديق لدى الطرف الآخر. ثاني اتفاقية دائماً مع جمهورية النيجر، وهي تهم خدمات النقل الجوي، وهذا يدخل في إطار تعزيز انفتاح المملكة على الفضاء الإفريقي وتقوية شبكة ربط الجوي مع الدول الإفريقية. تم التوقيع على اتفاق بشأن خدمات النقل الجوي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر في الرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017. ويأتي هذا الاتفاق في سياق تنشيط التبادل التجاري والسياحي وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. ويهدف هذا الاتفاق أساساً إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي في البلدين من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات تهم نقل الركاب والبضائع والإرساليات. ثانياً، يمنح لكل طرف بموجب هذا الاتفاق حق الطيران بأجواء الإقليم إقليمي كل طرف، وحقوق استغلال خدمات النقل الجوي في جميع الخطوط الجوية المحددة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. ثالثاً، تسهيل دخول التقنيين والفنيين والعمال بالخطوط الجوية للبلدين إلى إقليم الطرف الآخر لتشغيل الخدمات الجوية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول والإقامة والتشغيل والمغادرة. وأخيراً، إذا مجموعة من المقتضيات تهم السلامة الجوية والأمن والطيران وأمن الطيران. ثالثاً، الاتفاقية حول الإنتاج السينمائي والسمعي، وهي تخص تطوير العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال. قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال خلال اجتماع رفيع المستوى المنعقد في الرباط في 5 دجنبر 2017. تعتبر البرتغال شريكاً أساسياً للمملكة في عدة مجالات من اقتصادية واجتماعية وكذا ثقافية. وهذا راجع لمتانة العلاقات والروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين البلدين، مما يسهل عملية التلاقح الثقافي والحضاري فيما بينهما. كما سيشكل هذا الاتفاق بوابة للرفع من مستوى التبادل الثقافي ومواكبة الحركة الثقافية والإبداعية في البلدين. ويهم هذا الاتفاق مجال تطوير وتوسيع التعاون السينمائي بين البلدين، وذلك على مستوى تعزيز وتسهيل الإخراج السينمائي عبر الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بين البلدين، والإسهام في تنمية مبادلتهما الثقافية والتجارية. على مستوى المتعدد الأطراف، تندرج مصادقة المغرب على تعديل البروتوكول مونغيال بشأن المواد المستنفدة لطبقات الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 في إطار التزام المغرب بالعمل على مساهمته في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري بمختلف مظاهره. كما يأتي كخطوة تكميلية لمصادقة المغرب على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي لبروتوكول مونريال الموقع من قبل 197 دولة والمصادقة عليه فعليا من طرف 36 دولة يتمثل في حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي والاستهلاك الإجمالي للمواد التي تعتبر مستنفذة لطبقة الأوزون مع الإبقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة. وتجل الإشارة أن الهدف من هذا التعديل هو إدراج مادة الهيدروفلوروكربون في لائحة هذه المواد المضرة بطبقة الأوزون والمستعملة في الصناعة وخصوصا في صناعة المكيفات الهوائية. بالإضافة إلى ذلك فإن تفعيل مقتضيات هذا التعديل من شأنها المساهمة في تنفيذ المغرب بتعهداته بموجب مساهمته المحددة وطنيا التي أعلن عنها طبقا لاتفاقية باريس بشأن المناخ والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42% في أفق 2030. آخر مشروع وهو مشروع مرسوم بقانون عرضه على أمام أنظاركم الذي هو يسن أحكاما انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات الأغراض الجبائية في إطار استكمال مسيرة المصادقة عليه والذي تم عرضه المصادقة عليه في لجنتي الخارجية للبرلمان في أبريل الماضي فيما بين الدورتي البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية. ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية وبالخصوص مؤسسات الائتمان وهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات الأغراض الجبائية. وقد أوكل هذا المرسوم بقانون أمر تحديد قائمة الهيئات والمؤسسات السالفة الذكر إلى السلطات التي تتولى الإشراف والمراقبة على هذه الهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع الجانبي للعمل. كما نص هذا المرسوم بقانون على تبليغ إدارة الضرائب المعلومات التي يتم الإدلاء بها باعتبارها الجهة المكلفة بتتبع المعلومات المتعلقة بالوضعيات الجبائية. وفي الأخير أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيدة والسادة أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا رئيسها ومقررها على ما أبدوه من اهتمام بالغ وتعاون بناء خلال مناقشة هذه المشاريع التي تعد فعلا لبنة هامة تهدف إلى تقوية علاقة بلادنا على مستوى الثنائي وترسيخ موقعه على الصعيد متعدد الأطراف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيدة الوزيرة.